ما معنى اسم مروان؟ مروان هو اسم عربي مذكر وينسب إلى المرو ومفرده مروة، والمروة هي الحجرة الصلبة المعروفة باسم الصوان الذي يقدح به الزند لإنتاج شرار النار. كما يعرف المرو أيضا بأنه اسم نوع من أنواع الريحان ويمكن تسمية الأنثى به، إضافة إلى أنه يمكن تأنيثه باسم مروانة. وكما ورد في المعجم الوسيط للغة العربية، فإن كلمة مروان تعني المسحوق الذي يتكون من الفحم الحجري والطفل المحروق، حيث تضاف إلى الناتج نسبة صغيرة من الجبس، ويستعمل هذا المسحوق في عمليات البناء وأغراض أخرى مختلفة. وقد ورد في تاج العروس للزبيدي أن المرو هو الحجارة البراقة البيضاء التي توري النار، والمروة هو جبل بمكة، وقد سمي بذلك كما ورد عن الأصمعي لأن حجارته بيضاء براقة. أما زيادة الألف والنون فهي للمبالغة والدلال على كمال الصفة. لا يعتبر اسم مروان من الأسماء المكروهة، ولا حرج في تسمية المولود الجديد به، حيث أجمع العلماء على أن الأسماء المكروهة هي التي يكون فيها تعبيد لغير الله، مثل اسم عبد الرسول، أو أن يكون في الاسم معنى مذموم، مثل اسم حرب واسم حزن. كما تكره الأسماء التي تختص باسم من أسماء الله الحسنى، مثل اسم الرحمن واسم العليم أو ملك الملوك. وتكره أيضا الأسماء المائعة التي ليس لها معنى مفيد، مثل زوزو وميمي أو ما فيه تزكية للنفس. واسم مروان ليس فيه أي صفة من الصفات المذكورة، ولذلك لا حرج في التسمي به. من الشخصيات التاريخية التي حملت اسم مروان الشاعر مروان بن أبي حفصة، والخليفة الأموي مروان بن الحكم بن أبي العاص.